مساء الخير على كل مشجع ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات بناء على طلب حضراتكم. النهاردة حلقة كلها خاصة بالعصائر. النهاردة هنستفيد من كل فاكهة الموسم، هنعمل منها مجموعة عصاير لطيفة. نبدأ بقى ندعم شوية المناعة، الحاجات اللي احنا ممكن نكون في العادي مش بنشربها، نبعد شوية عن المشروبات الغازية ونبدأ ناخد حاجات فيها فواكه وحاجات صحية ونستفيد منها، واحنا شغالين هنعرف فوائدها ونحكي عنها شوية كتير. طيب النهاردة هبدأ بسموذي المانجا. سموذي المانجا من الحاجات الجميلة. المانجا من الفواكه اللي أكيد بنستناها كتير من سنة لسنة، بدأت بشايرها في هذا الصيف، فاحنا عايزين نتكلم عليها كويس. طبعا أصل المانجا ده يرجع للهند، هما كانوا بيعملوها دايما المانجا مع الحليب أو مع اللبن، وكانوا كمان بيعملوا فيها حاجة غريبة جدا، كانوا بيجففوها ويستخدموها يطحنوها ويستخدموها زي التوابل على السلطات أو مع الأكلات الخاصة بيهم. انتقلت بقى لأفريقيا في حوالي تقريبا القرن الـ14، وهي ليها فوائد كتير قد ما هي برضو قطرها مش كويس، لكن هي بتحسن المناعة، هي بتساعد على الهضم، هي بتفيد في صحة القلب، بتحسن بتحمي العيون وبتحسن مشاكل الرؤية كتير، بتحمي من سرطانات القولون والرئة والعظام وكمان سرطان الثدي، وبتمنع التجاعيد. في ناس تعمل منها ماسكات، تحافظ كمان على الشعر أو بتعزز يعني من الشعر الصحي، وبتحمي من الإمساك، هي فيها ألياف كتير، وبيقولوا انها ليها تاثير في ظهور يعني بتاجل شويه او بتاخر من ظهور علامات الشيخوخه. طبعا المانجا اضرارها في زياده بتبقى ان احنا يعني ما نكترش منها، انها بتبقى فيها يعني بتاذي الكلى شويه، فاحنا مش عايزين ده. فخلينا ناخدها باعتدال، ولو هناخد من المانجا نبقى لازم نشرب كميه ميه كتير جدا، لكن لو هناخدها في عصير لطيف اوكي، هناكل بيها قطعه بسكويت او تارت او ايا كان سابلي، او ناخدها في مثلا موس بالمانجا، في تورته صغننه بالمانجا. خلينا ندعم من كل انواع الفواكه، ما نحددش نوع معين بعينه عشان نستفيد من كل الفواكه اللي موجوده. اصلا تنوع الالوان هو ده اللي بيدينا الفوائد الكتير. طيب تعالوا نقول بسم الله. هبدا في اول وصفه. انا عندي مانجا. طبعا المانجا في ناس كتير بتحب تخزنها من السنه للسنه، في ناس بتخزنها كامله يعني شكل الثمره الطبيعيه للمانجا في الديب فريزر، وفي ناس بتحب تخزنها عصير، او بتبدا تقطعها قطع، جزء قطع وجزء بيبقى عصير مانجا. طبعا هي رائعه، ولكن نقدر بقى نخلطها مع برتقال، نقدر نخلطها مع جزر، ليها كده تركيبة معينة تقدر نحنا نطعمها مع بعض العصاير أو بعض الفواكه، ما تغيرش كتير من طعمها، لكن هتضفيله كده لمسة جميلة وهنستفيد منها كتير. طيب تعالوا نقول بسم الله. أول حاجة سموزي مانجا. عندي كوبايتين من المانجا متقطعين كيبس أو مكعبات، عندي ربع كوبايه من السكر. نقدر نستغنى من السكر، لو هي مسكره قوي ممكن نقلل عن كده، نحط معلقه واحده بس من السكر او معلقه عسل ابيض، وعندي نص لتر من اللبن، وعندي طبعا ثلج. طيب تعالوا كده بسم الله هنحط كميه الثلج الاول، وهاخد شويه من السكر، مش هدعم سكر زياده عشان هي بالفعل فيها كميه سكر حلوه، او النوع ده من المانجا في سكر حلو، ان هي اصلا مانجا سكريه. بسم الله. وبعدين هسيب شويه كده كام مكعب، هحطهم في وسط الايه الجار او الكب يتاكلوا كده. طيب خلينا بقى ننزل بسم الله شويه من اللبن، ممكن حليب جوز الهند على فكره هيبقى رائع، يعني حليب جوز الهند كمان بيدي طعم حلو قوي، ناس عندهم حساسيه البان ممكن تستخدموا حليب جوز الهند على فكرة. بسم الله. حاضر. طيب هاجي كده، اسمحوا لي اخد هنا. وهبدأ انزل الخليط الجميل ده.
طبعا هيبقى فيه تلج تاني كتير. بصوا التلج لازم يبقى جوه كده. وخليني اخد بقى من قطع المانجو دي شايفين، الله روعه. هدوق دي، مفيش مانع ان انا ادوقها على فكره. مانجا فيها مزازه سنه. طيب يلا بينا ناخد بقى الجار ده ونودي اول عصير سموذي بالمانجو. جميل جدا، ممكن احط بقى الشاليمو معاه اللي عايز يشربه كده، تقيل جميل، حاجه حلوه.